الكريم، في البداية أود أن أشكر جميع الأتلبية دعوة الحضور لجلسة إعادة انتخاب مكتب غرفة الصناعة التقليدية طبقا للقوانين والمساطر المنظمة لهذه الهيئة، والذي ينص على إعادة انتخاب كل الهياكل الخاصة بهذه الغرفة في حالة شهور نصيب الرئيس. إجماع 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 إجماع. بمناسبة تشكيل مكتب الموسيقى لغرفة الصناعة التقليدية لجهة تطوان طنجة الحسيمة، أود في البداية إلا أن أتوجه بالشكر والامتنان للسادة أعضاء غرفة الصناعة التقليدية وعضوات غرفة الصناعة لجهة تطوان طنجة الحسيمة على هذا الانضباط وعلى هذا الثقة اللي وضعوا في شخصي المتواضع. كذلك لا تفوتني المناسبة إلا أن أتوجه بالشكر للسيد الوالي، كذلك السادة رجال السلطة اللي سهوا معنا على هذه المحطة، أنا غادي نقول المحطة النضالية. كذلك ما غاتفوتنيش المناسبة باش نذكر السادة الأعضاء أننا راه عندنا لا رئيس لا رؤوس، حنا يد واحدة. ما ننساوش أن كاين مشروع مهم والذي صار عليه جلالة الملك، المشروع التنموي اللي خصنا نكونوا بجانب المؤسسات واللي خصنا نديروا اليد في اليد بالنهوض بالقطاع ديالنا اللي هو تيعرف واحد المشاكل كبيرة. وهذا اليوم هو كان انتخاب ديال مكتب غرفة الصناعة التقليدية، المكتب الموسيقي لغرفة الصناعة التقليدية لجهة تطوان طنجة الحسيمة، واللي نتمنوا من عند الله سبحانه وتعالى بالمجهود ديال باقي الشركاء أننا ندفعوا في هذا القطاع لا في التكوين ولا في التمويل ولا في العملية ديال التسويق. والتسويق هو الأهم لأنه الصانع التقليدي تعاني من الإشكالية ديال التسويق ديال المنتوج دياله. وحنا كتجربة سابقة، لأن سبق لي أنا ترأست الغرفة ديال الولاية ديال تطوان لمدة 10 سنين، كسابقة حنا إن شاء الله غادي بالتجربة المتواضعة غادي نفتحوا على الأسواق المحلية وغنفتحوا على الأسواق الوطنية وكذلك غنفتحوا على الأسواق الدولية. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.